السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا لهذا اليوم جميل، هيا بنا. عنوان قصتنا لهذا اليوم: أسناني قوية أيها الطبيب. المرضى يدخلون عيادة الطبيب. دخل فوفو وصاح بالطبيب: أنا قوي وأسناني قوية. وعاد فوفو إلى البيت مسرعا. وضعت أمه صحنا من العظام. حمل فوفو أكبر عظمة في الصحن وقال: أنا سأكسرها بأسناني. صاحت الأم: لا تفعل، أسنانك ضعيفة. ضغط فوفو على العظمة بشدة، صرخ من الألم وبكى من أسنانه. ذهب مع أمه إلى طبيب الأسنان. ضحك الطبيب وداوى له أسنانه: يا أصدقائي، أنا لا أكسر أسناني بالمأكولات القاسية، بل أحافظ عليها متينة وجميلة لتساعدني على الطعام. انتهت حكايتنا لهذا اليوم، إلى اللقاء. أتحدث عن ماذا؟ عن القصة؟ أم عن الإلقاء؟ أم على الإخراج؟ التصوير؟ لغة الجسد؟ ما شاء الله عليك يا ترف، وأنت تتحدثين تمثلين كل الكلام الذي تقولينه. جميل 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 جميل، من هنا إلى آخر الدورة البرامجية، رائعة. كان في بالي حاجة والله كنت بقولها. أخيراً 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 قد أكون رأيتك يا ترف، لأنك كنت دائماً تعاندين وتتمشكلين مع جحدر. الآن رأيتك، عرفت شكلك، بقول لجحدر عن شكلك. احذري احذري يا ترف من حفر الباطن. شكراً على المشاركة الجميلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي وصديقاتي؟ اليوم سأحكي لكم قصة الغراب المتسامح. في صباح صيفي مشرق وجميل، وفي الغابة كان هناك حمامة مطوقة جميلة وذكية ورائعة تعيش مع سرب حمام. جاء صياد ينصب الشباك ويضع الحبة في الشباك. قالوا زميلات الحمامة المطوقة: هذا حب، هيا نذهب ونأكله. وجاء غراب ومنعهم من الاقتراب من الحب وقال: هذا فخ ينصبه لكم الصياد. وقالوا: هذا ليس من شأنك، لن تخدعنا أيها الغراب. قالت الحمامة المطوقة: يمكن أن يكون كلامه صحيحا، الغابة كبيرة والأشجار كثيرة، فلنذهب إلى مكان آخر نبحث فيه عن الطعام. وقالوا: لا، لقد تعبنا من البحث عن الطعام. قالت الحمامة المطوقة: أنا سأنتظركم في الأعلى. وقالوا: حسنا. وأخذنا يأكلنا الحب ووقعنا في الشبكة. وقالوا: ساعدينا أيتها الحمامة المطوقة. حاولت الحمامة المطوقة كثيرا وبدون فائدة. وقالت الحمامة المطوقة: أنا لا أستطيع نقر الشباك، فهو قوي ولا يستطيع أحد إلا الغراب. وقالوا: استدعيه في الحال. وذهبت الحمامة المطوقة واستدعت وقالت: أيها الغراب، يا غراب، أرجوك ساعد صديقاتي. فكر الغراب قليلا وقال: حسنا، سأساعد زميلاتي. ثم نقر الغراب الشبكة وخرجت الحمامات من الشبكة. وقالوا: شكرا أيتها الحمامة المطوقة. قالت الحمامة المطوقة: اشكروا الغراب، فهو الذي ساعدكم. وقالوا: شكرا أيها الغراب، وعاشوا بسلام وهناء. وإلى اللقاء، كان معكم ميرفت. مع السلامة مرة أخرى. الله، ميرفت
ما شاء الله عليك، كان معكم ها الشخصية ولا كانت معكم مرفت؟ ها مرفت 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 هو اسم علم مؤنث أصله مروة لكنه حرف مرفت، يقولون أنه حرف تحريفا تركيا، والأتراك ينطقون مرفا مرفا كذا، ما يقولون مروة فحرفوه فأصبح محرفا، لكنه هو اسم علم مؤنث أصله. أذكي قل لي يا صاح، أنجيب أنت ولماح، أتحب اللغة العربية أم تهرب منها لترتاح؟ أم تهرب منها لترتاح؟ اختر معنا نمطا واحد واحذر كي تجتنب الورطة، أو قدا حماسا متزايد وستربح مع هذه الخطة، وستربح مع هذه الخطة. جميل، إرشادات جميلة، شكرا يا شغف، بارك الله فيك ونفع بهذا العمل الجميل.